حمى الضنك أو حمى تكسير العظام. أسماء قد نجدها متعددة ومختلفة من حيث التركيب البنيوي لهذا الوباء، ولكنها في المجمل تعبر عن معاناة واحدة أصبحت تجتاح العديد من المحافظات اليمنيه. شبوه هي الأولى التي أصبح هذا الفيروس ينخر في عظام أبنائها، ويبدو أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية لا تزال تمثل عاملاً مهماً في زيادة معدلات الإصابة بهذا المرض. الشباب، الأطفال والنساء. جميعهم معرضون لخطر واحد هو الوباء الاكثر فتكا في هذه المحافظه، فقد تظهر الحاله المرضيه خفيفه على وجوه هؤلاء، لكن الالم بداخلهم اشد مما تعبر عنه الصوره. مكتب الصحه والسكان في ذات المحافظه اعلن عن اصابه 210 حالات في مديريه مرخه، بينها تسع حالات نزيف دخلت في مراحل متقدمه من المرض، وفي الاسبوع الماضي اعلنت مديريه بيحان المحاصره من قبل الميليشيا منطقه منكوبه صحيا. بعد تزايد الوفيات والحالات المصابة حيث بلغت 12 حالة وفاة ونحو 900 حالة اصابة اذا لا تزال محافظة شبوة تعاني من ثنائية الاهمال والحصار الذي طال ولا يبدو ان ثمة من يسمع لهذه الاصوات التي تناشد دون استجابه